اول ما جاني انا القبول كنت واثق، كنت متاكد انه بيجيني القبول، اكيد تركي الدوسري بيشوفني ويقدر يرفضني. يكفيك اني المتسابق الوحيد اللي نزل مقطعي في حسابه في تويتر. واثق الخطى يمشي ملكا، انا كنت واثق اني بدخل البرنامج. اول يومين زي الفل الحمد لله، ولكن احس اول مجال قبول انا وشي اقنعت استاذ ناصر بانه يعطيني الكرت الذهبي لاني جميل، من جمالي اقنعته، وكذلك اقنعت علي بصوتي. يعني هل يعقل اني اشوف هالجمال ذا كله وهالصوت وهال كامل مكمل ويرفضه؟ طبيعي يعني. انا كان يعني ما الصراحه ما اتوقع اني عرفت ما في اي مؤهلات. قالوا لي وش الـ 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 يعني الموهبه اللي عندك؟ قلت بدون موهبه كذا انا ساده. تبغون انسان ساده ولا جيت؟ القبول النهائي، لا القبول النهائي ما كان فيه يعني ربكه، ولا الربكه في القبول المبدئي، لان القبول المبدئي هو اللي كنت ماني متوقع يعني خايف منه زي ما تقول. بس القبول النهائي اللهم لك الحمد لاني عارف اني لو جيت عند اللجنه بثبت وجودي من اول ما دخلت اصلا من الباق من النكزه، بس من الشقلبه على طول الحمد لله. رجعنا لكم متسابقينا، رجعنا لكم متسابقينا وجمهورنا الكريم في فقرة الأولمبيات بعد فاصل بسيط وخلل بسيط. طبعا عندنا سؤال الجمهور، سؤال الجمهور وشو يا عيال؟ بيهدي واحد منكم 500 نقطة، 500 نقطة بتكون أنت حبة البركة في فريقك، اللي بتبارك على فريقه ب 500 نقطة. حلوين؟ حلوين. 500 نقطة هذه احتمال وش تسوي؟ تهلك البرنامج الشتوي، اي تبعدك عن البرايمات، المهم انها بتكون بركه للفريق كامل. حلو، ولا احد يستهين بال500 نقطه. السؤال يقول، ومتسابقكم ينتظركم يا جمهورنا العزيز، السؤال يقول: من هو فارس نسخه زد رصيدك 5؟ شاركونا في تاج ماراثون باسم متسابقكم، والله يجعل فالنا وفالكم التوفيق. لا احد يكرر الاسم بليز، لا احد يكرر الاسم. طبعا نتوجه لجوله الالغاز، جولة الألغاز بتكون بدايتها عند فريق الفورمولا. فريق الفورمولا، يا سلام، فريق الفورمولا صامل ياخذ النقاط التفاعلية ثاني مرة. يقول النقاط التفاعلية لنا، هذا اللي أشوفه أنا من فريق الفورمولا. طيب طبعا اللي نشوفه أفضل، بما عشان ما ينتقل السؤال الفريق وفريق وفريق وياخذنا الوقت، اللي بيضغط على الجرس هو اللي بيروح للسؤال. حلوين؟ السؤال اللغز يقول لبيه، اللي بيضغط على الجرس أول واحد هو اللي بياخذ. طبعا ما تروح للجرس لين أصفر، ما تروح للجرس لين أصفر. طيب إذا ما أنت بعارف الجواب بيخصم عليك يا عيال. واحد الصوت كل واحد مكانه. اللغز يقول: ما هو الشيء الذي يوصلك من بيتك؟ لا حد يروح للجرس لين اصفر. ما هو الشيء الذي يوصلك من بيتك الى عملك دون ان يتحرك؟ السياره، الطريق، الاشاره. اللغز يقول: ما هو الشيء، اخر مره عيد عيال، الذي يوصلك من بيتك الى عملك دون ان يتحرك؟ السياره، الطريق، الاشاره. انا اول ما اصفر سياره توجهون على طول. وش الجواب؟ وش الجواب؟ طيب لا والله نتساوي. ثواني عشان العدل، عندي اقتراح بلهجه. عندي ابو عبد الله، عندي واللي قريب لهم. ها لا لا، كلكم تبدون منها. ارجعوا يا عيال، ارجعوا ارجعوا يا عيال، ارجع خليك عندك. حلو عيال، انت تعبان يا احمد. واحد من كل فريق يا عيال، دقيقه، اول ما اصفر نبدا. ارجع ارجع، خليكم على مستوى واحد يا عيال، ارجعوا. ممكن ارجع خليك معي.
ممكن يضرب راسه بهذا. يلا ارجع دقيقه شوف الرجال يا حكم. اثنين شوف وينه شوف وينه. قدم قدم يا ولد شوف طيب عند ماجد ماجد اجابه اللغز بتكون عندك. ارجع عند انزل 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 يا ابو ملهي كل واحد مكانه عيال انزل الاجابه يا ماجد. الطريق الطريق اي الطريق. طيب ماجد اختار اجابه الطريق. ها والاجابه احتمال انها تكون صح واحتمال انها تكون صح. احتمال انها تكون صح احتمال انها تكون صح. يا رب صح مو على كيف صح يا رب صح مو على كيف كلها صح صح. دقيقه في وجهه نظر هنا لبيت ابدا جالسين جنب بعض كلنا نرجع الفار يعني بالله والله نتكلم ما راح ارجع الفار بس حبيبي. طيب الاجابه تقول الطريق وهي اجابه صحيحه. استاهلون يا عيال. طبعا يا عيال انا حسيت بخطر انا ترى مره من المرات كسرت الشاشه وبغيت اتغرم حق الشاشه فانا ما وديكم تغرمون حق الشاشه زين لان اللي بيوصل للشاشه حلو او يكسرها هذا بيتغرم خلاص تبون تغرمون انتم نبدا ولا فوقها تاخذ خصم يا اخي مصيبه. يلا فنقدم الجرس شوي عشان ما حد يتغرم ولا حد يخصم عليه. ايش رايك ايش رايك تخليه على المسرح؟ طيب اللغز الثاني يقول خش حنا حلو ما هو الشيء الذي ترميه كلما احتجت اليه. ارجع مكانك كلكم على مستوى واحد يا عيال يا عيال يا عيال دقيقه انا بنوه اللي بيقاطع الاصوات او بيتكلم اثناء اللغز ترى بستبعده من الفقره. حلو ما هو الشيء الذي ترميه كلما احتجت اليه؟ شبكه الصيد، العصا، الكوره. مجرد اني اعطي الصافره شنو توجه على طول للجرس. هذا الجواب ما عليك يعني ما كلكم ما عرفتوا السؤال اللي اللغز. ما هو الشيء الذي ترميه كل ما احتجت اليه؟ شبكه الصيد، العصا، الكوره. مكانكم جبت حلو. طيب السؤال السؤال بيروح للفريق يا حكم البحري. الله طيب يا عيال الاجابه اذا كانت خطا وش يصير؟ طيب يا بحري يا ازرق يا 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 انتيك حلو ازرق بني كذا ما شاء الله رملي انت شاطر. طيب اسمع الاجابه عندك الحين تركت تربك وياك الحمد لله الحمد لله. حلو اعطني اعطني الاجابه اعطني الاجابه. الاجابه شبكه الصيد. سلام 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 شبكة الصيد. ايه شبكة الصيد. طبعا يا عظمتك يا امه عظمتك كلها يا ازرق يا امه يستاهلون الفريق الازرق جايين بقوه. اتوقع ان امواج الفريق الازرق تلتهم من حولها. نعم هذا اكيد يا ابو ملهي. الفريق الاحمر نيران الفريق الاحمر ممكن نطفي الامواج الزرقاء. طيب بنروح للغز الثالث. يلا طبعا عندنا نقطه للفريق الازرق ونقطه للفريق الاسود. عفوا نقطة الفريق الأحمر. يا فيصل ارجع الله. احتمال كبير يا عيال انه يكون اللغز هذا هو اللغز الأخير. إذا جاوب الأحمر أو الأزرق، أما إذا جاوب الأسود بتكون في جولة فاصلة. حلوين؟ يا عيال أقسم بالله العظيم زين؟ واحد الصوت واحد الصوت يا عيال. بدون دفع علمهم. وقت اللغز أتمنى أن واحد الصوت. يا عيال والله العظيم ثم والله العظيم إني أنا مرتبك عليه. بس ودي ان الاسود يفوز. ابي اشوف الجوله الفاصله ايش بيصير. يلا يلا طيب اللغز يقول لا يمكن رؤيته ولا سماعه ولا لمسه رغم انه يتواجد في كل مكان ولا يضر. فما هو؟ الماء، الهواء، الصوت. طيب ثواني يا عيال شوف دقيقة يا عيال واحد صوت. كل فريق مكانه كل فريق مكانه كل فريق مكانه.
مكان عيال في الفار معي حلو ناخذ الاجابه في مسكه في مسكه حكم طيب الفار دائما هو اللي يحدد المصير في كل شيء الفار يكذب عيال لا يعني كلكم انتم متاكدين من الاجابه شوفوا اسمعوا الفار يزعل ولا لا لا واثقين من الفار لا طيب الفار عطى الاجابه للفريق الازرق استعدار الفريق الازرق طيب الجواب للفريق الازرق واحد منكم يجاوب الجواب الهواء عندنا كليبي الهواء الهواء ايوه ما عندك مشكله تخسر الفريق اجاوب لا دقيقه ما عندك مشكله تخسر الفريق لبيك واثقين جدا انت اعطيت فرصه كبيره انا برجل ازرق لا لا انت اعطيت فرصه كبيره للفريق الاسود استاهلوا اجابتك خطأ صحيح الا شوي صح الا شوي الفريق الازرق امواج الفريق الازرق تلتهم نيران الفريق الاحمر وتبعد الفريق الاسود طبعا الفريق الازرق وش صار له الفريق الازرق انتقل للمرحله النهائيه وتعالوني يا عيال الله الله طيب حلو حماسكم يا عيال حلو 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 حنا ترى لشربناها وحنا ترى صوت عيال صوت طبعا الفريق الازرق الازرق حلو الفريق الازرق والاحمص والاسود طبعا الفريق الازرق يستاهلون تاهلوا معنا للمرحله النهائيه اللي هي البقاء للاقوى بس ما ندري ممكن ان فرحتهم هذه ينهيها الفريق الاسود او الفريق الاحمر فالحين عندنا جولة بتكون بين الفريق الأسود والفريق الأحمر في المسابقة الحركية حلو؟ ننتقل الحركية يا عيال؟ يلا يا عيال نبي نعيش